بسم الله الرحمن الرحيم. ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: كنت نائما في نهار شهر رمضان، وبعد أن استيقظت من النوم وجدت نفسي قد احتلمت وخرج مني المني، فهل هذا يفسد الصيام؟ أولا، الاحتلام شيء خارج عن إرادة الإنسان، وبالتالي خروج المني في هذه الحالة لا يفسد الصيام ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه لم يحدث عن طريق مباشرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح جنبا من الجماع فاغتسل وصام، وعلى هذا الرجل أن يبادر بالاغتسال حتى لا تفوته الصلاة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.